للجرحى وعاشت فلسطين. أنهت القيادة الفلسطينية قبل قليل اجتماعا برئاسة سيادة الرئيس محمود عباس، وكما قال السيد الرئيس في كلمته الافتتاحية قبل بدء الاجتماع المغلق: الرحمة لشهدائنا والإدانة التامة لهذه المجزرة وجريمة الحرب المتكررة المرتكبة بحق أبناء شعبنا الأعزل في قطاع غزة. والحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية التامة عن نتائج وتبعات هذه الجرائم. وكذلك الحال بالنسبة لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، الذي نعتبره بناء بؤرة استيطانية اسمها السفارة الأمريكية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تماماً منذ عام 67. وهذا الاستيطان الاستعماري مستمر مثل إريئيل، معليا دوميم، بيت إيل وغيرها المستوطنات، اليوم وضع حجر الأساس لبؤرة استيطانية غير شرعية تحت اسم السفارة الأمريكية. وكما قال السيد الرئيس، بهذا العمل تكون الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس ترامب، قد عزلت نفسها عن عملية سلام لم تعد ولن تعود، لم تعد ولن تكون لا وسيط ولا شريك في عملية السلام. الولايات المتحدة بإدارة ترامب هي جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. ونحن ندعو جميع دول العالم ونشكر جميع دول العالم التي وقفت إلى جانب القانون الدولي والشرعية الدولية ورفضت هذا القرار الأمريكي، الخطأ الاستراتيجي الكبير المناهض المناقض للقانون الدولي، كما نشكر كل شعوب الأرض وكل الجهات التي وقفت إلى جانب شعبنا الفلسطيني هذا اليوم والأيام الأخرى، وقفت ضد المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، وقفت ضد الاعتقالات والاغتيالات والحصار والإغلاق والإعدامات الميدانية وهدم البيوت وتهجير السكان. كل هذه الجرائم التي ارتكب بحق شعبنا، نحن نشكر شعوب الأرض كافة الذين يقفوا إلى جانب شعبنا، ونشكر كل الدول التي رفضت هذا القرار الأمريكي الجائر والمجحف والمدور مدمر لعملية السلام. لأنه بالفعل الاحتفال الذي تم اليوم بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي والوفد الأمريكي هو احتفال يشكل دفن عملية السلام ودفن مبدأ الدولتين لاستبدال مبدأ الدولة بنظامين، أي الأبرثايد. وهذا ما يرفضه شعبنا جملة وتفصيلا، بل هذا ما يرفضه المجتمع الدولي. وبالتالي الذي يقيم بؤرة استيطانية تحت اسم السفارة في الأراضي في القدس هو بمثابة من يدفع المجتمع الدولي إلى أتون العنف والفوضى وتطرف هراق الدماء والفوضى الدبلوماسية. وعلى ضوء ذلك قررت القيادة الفلسطينية اعتبارا هذه الليلة التوقيع لانضمام دولة فلسطين على عدد من الوكالات الدولية المتخصصة. ثانيا، قررت القيادة الفلسطينية التوقيع بشكل فوري على الإحالة حول الاستيطان، الإحالة الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية. وقررت القيادة الفلسطينية دعوة مجلس الأمن بتكليف من السيد الرئيس للانعقاد بشكل طارئ وتوزيع مشروع قرار حول الجرائم التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا، وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما قررت القيادة الفلسطينية دعوة طارئة لمجلس حقوق الإنسان، وذلك حتى يتسنى للعالم أن يقرر إرسال لجنة تقصي حقائق وتحقيق دولية في الجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الأعزل، حتى يقف العالم على مسؤولياته تامة. كذلك الحال، قررت القيادة الفلسطينية تشكيل لجنة من أعضاء اللجنتين التنفيذية والمركزية والحكومة بهدف وضع تحديد العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية كما ورد في قرارات المجلس الوطني موضع التنفيذ. وكذلك الحال، أود أن أذكر أن سيادة الرئيس محمود عباس أعلن عن الحداد لمدة 3 أيام مع تنكيس الأعلام، وكذلك الحال عن إضراب شامل في كل مناحي الحياة يوم غد. أريد في هذا المجال أن أقول أن وحدتنا الوطنية هي نقطة ارتكازنا، وكما قال السيد الرئيس: إذا لم توحدنا القدس، وإذا لم توحدنا محاولات الإدارة الأمريكية وإدارة نتنياهو في محاولة تصفية المشروع الوطني الفلسطيني، في محاولة تصفية القضية الفلسطينية،
بمحاولة تمرير ما يسمونه بصفقة القرن، والتي تعني إسقاط ملفات القدس واللاجئين والمستوطنات والإبقاء لدى الطول الأمنية للحفاظ لإسرائيل في المعابر الدولية والأجواء الفلسطينية والمياه الإقليمية، إذا لم توحدنا هذه المسائل كأبناء للشعب الفلسطيني فما الذي يوحدنا؟ الرئيس محمود عباس يمد يده لجميع الفصائل الفلسطينية وبما فيها حركة حماس وحركة جهاد وغيرها، حتى نستطيع أن يكون لدينا شراكة سياسية كاملة، شراكة سياسية كاملة، حتى نستطيع توفير الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني ومواجهة المخططات الأمريكية الإسرائيلية الرهيبة والتي تستهدف تدمير المشروع الوطني الفلسطيني. إضافة إلى ذلك، سيكون اعتبارا من بعد غد اجتماعات متواصلة للجنة المكلفة من قبل القيادة الفلسطينية هذه الليلة، لأنه كما تعلمون وكما قال السيد الرئيس، قرارات المجلس الوطني هي اتخذت لتنفذ، وسيتم تنفيذها جميعا، ولكن على رأسها هي قرار إزالة أسباب الانقسام وتحقيق وحدتنا الوطنية. هذا ما هو مطلوب فورا، ولا نرى أي عائق أمام ذلك. إذا فعلا وإذا لم نساعد أنفسنا في هذا المجال لن يساعدنا أحد. Palestinian leadership just finished. ده بدأ في الإنجليزي بس الكاميرات تيجي. اللي بدوش ياخد في الإنجليزي خلي اللي حلو ولا منيحة. قولوا لي أمتى أبدأ بس. أبدأ. A glory to our martyrs, freedom to our prisoners, and speedy recovery to our wounded people. And long live Palestine. The Palestinian leadership just finalized a meeting presided by President Mahmoud Abbas, and the meeting focused on the implementation of the recent resolutions of the Palestine National Council. The leadership decided tonight to make accession to international United Nations specialized agencies. Number two, to make an official referral to the International Criminal Court on settlements and other issues. Number three, to call for an immediate emergency session for the Security Council and to distribute a draft resolution to condemn Israeli war crimes ضد شعبنا في قطاع غزة، حيث سقط 52 شهيدا وأكثر من 1000 جريح. هذه الجرائم يجب أن لا تمر دون عقاب، وهذا واجب على المجتمع الدولي ومسؤولية المجتمع الدولي أن يوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وسنقدم هذا لمجلس الأمن الدولي، وسيكون هناك نقاش لهذا الموضوع. النقطة الرابعة، أن يكون هناك جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان الدولي من أجل أن يرسل بعثة تحقيق في الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا اليوم. وفي نفس الوقت الاحتفالات التي تمت لنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، نعتبر هذا الأمر وقيام السفارة هناك بمثابة بؤرة استيطانية غير شرعية بمسمى السفارة الأمريكية. ونحن طبعا نشكر كل الدول التي وقفت ضد هذه الخطوة وفقا للقانون الدولي، لأن هذا القرار يؤدي إلى التطرف ويؤدي إلى تعزيز قوى التطرف ويقود المنطقة إلى العنف والعنف المضاد. ما حدث اليوم يمكن وصفه بدفن وقبر حل الدولتين والابتعاد عن أي إمكانية لتحقيق حل الدولتين واستبداله بالحل الذي يطرحه نتنياهو وهو دولة الأبارتايد. تم تشكيل اللجنة هذه الليلة من أجل متابعة القرارات الأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني، وتشمل موضوع المصالحة الوطنية والوحدة الوطنية. ولم يبقى شيء إذا ما توحدنا
تحت القدس. فماذا تبقى بعد ذلك؟ وأيضا قرار المجلس الوطني كان واضح بأن الولايات المتحدة لم تعد شريكا أو وسيطا في عملية السلام، وهي اختارت الجانب الخطأ من التاريخ ودعمت إسرائيل ودعمت المستوطنات والإملاءات الإسرائيلية بانتهاك واضح للقانون الدولي ومواقف الولايات المتحدة التي كانت تقول بأن القدس الشرقية هي أرض محتلة. هذه الإدارة اليوم، الإدارة الأمريكية، تبنت موقف الحكومة الإسرائيلية بالكامل حول المستوطنات، وعلى ويجب أن يكون هناك فهم بأن مثل هذا القرار يصير في اتجاه واحد، وهو تدمير قوى الاعتدال وتعزيز العنف والتطرف في هذه المنطقة. نحن ملتزمون بالقانون الدولي ولرؤية الرئيس محمود عباس التي تقدم فيها إلى مجلس الأمن الدولي، وهذه الرؤية المبنية على القانون الدولي وإقامة حل الدولتين، دولة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وأيضا أن يكون هناك مؤتمر دولي شامل لهذا الموضوع. وأيضا قمنا بالإدانة بشدة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. هذه البقعة التي تشكل بالنسبة لنا أرض واحدة وموحدة، ونعبر عن امتناننا لكل الدول التي أدانت قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، والذين يعملون للدفاع عن شعبنا في الضفة الغربية وغزة. ونشكر كل الشعوب وكل الأمم وكل البلدان، وندعوها إلى عدم اتباع خطوات الولايات المتحدة الأمريكية التي ارتكبت خطأ استراتيجيا قاتلا في هذا الإقليم هذا اليوم، ونرى النتائج السلبية والمدمرة لهذا القرار الأمريكي، وبالتالي ندعو المجتمع الدولي لمساعدتنا في مجلس الأمن الدولي من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني وحماية حل الدولتين في هذه المنطقة من العالم. شكرا جزيلا.